معانا الأخ أبو عمر من مصر. أبو عمر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحبكم في الله حبا كثيرا ونحب الشيخ عصام حبا كثيرا في الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. مات وترك بنت عندها واحد حوالي 20 سنة وولد عنده حوالي 17 سنة. تمام. وطبعا يعني له يعني أموال بسيطة يعني. وطبعا كان يعني تارك الزوجة مطلقة وهي تزوجت من زوج آخر. والسؤال من الواجب عليه الصرف على أولاد الميت؟ الميت طبعا في عمته يعني بتحاول تساعد، فهل ده واجب عليها؟ لأن هم بيطلبوها بأن هي إيه واجب عليها أن هي تصرف عليهم. اللي هم طبعا اللي عمت الأولاد؟ جدتهم دلوقتي عمة الأولاد. تمام. هم قاعدين مع جدتهم اللي هي أم أمهم. تمام. وطبعا والدتهم تزوجت من زوج آخر ويعني هي عايشة حياتها مع الزوج الآخر. طيب خليك يا أخ عمر معنا. فهل واجب على العمة؟ فضل. تمام خليك معنا دكتور. السؤال وضح لحضرتك ولا؟ فضل. طبعا. فضل. فضل دكتور. لا طبعا العمة هنا لا ترث، يعني هي أصلا العمة ما هيش عصب. يعني العمة هنا يعني الكلام ده لو عام النساء بوجه عام ما بيجيبش عليها النفقة. وجه عام بالمناسبة إلا البنت مع أبوها، إذا الأب ده مقطوع مالوش يمين والبنت معاها أنت ومالوك لأبيك. أيوه. قصة تانية. إنما المتوفى ترك مالا زهيدا للولد والبنت. هنا على من يجب النفقة؟ على أقرب شخص يرث في هذه الحالة. مين يرث؟ من جهة الأب. طب العمة ظروفها إيه؟ لا نعم، لكن العمة ما هياش أيضا ليس ممن يجب عليها النفقة. لازم ندور على العصب اللي لو النهاردة ثم النفقة هنا واجب على زي ما قلنا الشرع ضابط الإرث والنفقات بنظامه، هو الإرث والنفقة نظام مرتبط، نظام مالي مرتبط ببعضه. لذلك النهاردة لو الولد مش موجود والبنت اللي لها عم، العم ده هيورث ولا لا؟ هيورث. طيب مات الأب وترك عم والأولاد فقراء صغار الملزم بالنفقة العم لأنه يرث، لأنه إيه؟ يرث. فهو نظام النفقات في الإسلام مرتبط بالمسألة دي. ذلك بعض الناس يقول لك النهاردة لا هو في عم بيصرف، لا الورث تاخده البنت لوحدها. لا، عرفتوا ليه يا جماعة؟ إن إحنا بنقول يا جماعة ركزوا في الأمور دي شوية، لأن نظام الإرث مرتبط بنظام النفقات. مرتبط. كون إن في ناس ما بتطبقوش دي قصة تانية. فهنا العامة يعني مش عارفين يعني هل في درجات أقرب ولا لا، ولا هي ما فيش أقرب من كده، ولا يوجد من عصب الرجال في العيلة. دي مسألة، لكن لا نصل نحكم على العامة إنها واجب عليها إلا إذا كان عندها مال تتصدق عليه، لكن ليس من باب الوجوب، أو تعطيه من الزكاة إن كان عندها زكاة. يعني برضو خلينا نوصل لنقطة مهمة، إذا كانت لا يجب عليها النفقة لكن وسع الله عليها والولاد ده حالهم والأم سابتهم ومشيت وعندي مال زكاة، يبقى أولاد الأخ دول أولى بزكاتي من غيره، عندي صدقة يبقى هم أولى بها. فما نحصرش المسألة في النفقة عشان من إيه، لكن ممكن مش واجب عليها النفقة على حد، لكن عندي مال زكاة ساعتها بالأقربون أولى. لكن الإلزام بالنفقة دي مسألة محتاجة ننظر في سلسلة الأقارب والدرجات في القرابة يعني.